أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نبيل عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نبيل عباس. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم وصفة سهلة وسريعة، وهي المهلبية. والمهلبية احنا عندنا المقادير بتاعتها سهلة ومتوفرة في كل بيت. أنا هنا عاملة كمية كبيرة، أنا عندي هنا 2 لتر لبن، كوباية مية كبيرة، وده حوالي 8 معالق من النشا، علشان كمية اللبن وكده احنا مش عايزينها تبقى صايصة مننا، وممكن تقللي النشا لو بتحبيها خفيفة شوية. والسكر كمية حسب الرغبة، سواء بتحبيها مسكرة قوي او سكر خفيف. والسكر ده انا حط عليه معلقة صغيرة من الفانيليا عشان التنكير. وطبعا المهلبية احنا ممكن ننكهها بالشوكولاتة، بالبرتقال، بالفراولة، نقدر نعمل منها كل الانواع اللي احنا عايزينها. الطريقة بتاعتها، اول حاجة هنقلب المية على النشا، هندوبها فيه بالراحة كده بالشكل ده. نحط شوية بشوية لحد ما ندوب النشا خالص. هنسيب اللبن ده يغلي على النار، وهنحط معاه السكر والفانيليا. واول ما يغلي هنحط النشا على طول اللي احنا بندوبه ده، ونفضل نقلب لحد ما يبقى معانا قوامها متماسك، وبعدين نغرفها على طول. هنا اهو بقلب، لازم نتاكد ان احنا دوبنا النشا كويس قوي. نحط شويه ميه كمان. الحلويات من الحاجات اللي بتبقى محتاجة ان انتي تكوني صبورة شوية، حتى لو كنتي بتعملي حاجة سهلة زي المهلبية لازم نعملها بالراحة وعلى مهلنا. انا كده اهو دوبت النشا كله بالشكل ده. هحط اللبن على النار يغلي مع السكر ابو فانيليا، واول ما يغلي هنزل عليه بالنشا على طول ابو لبن، وهوريكي شكله عامل ازاي على النار. هنا اهو اللبن لما سخن هنجيب بقى النشا ونحط عليه كده، ونفضل نقلب لحد ما يتقل. ما نبطلش نحرك من عليه، احنا نفضل نحرك كده. وبصوا ابتدى يتقل في ساعتها اهو. بصوا القوام بيبان على الظهر بتاع المعلقة. نستمر كده في التقليب. لحد ما توصل معانا للقوام المناسب، وهي اصلا لما تسقع في التلاجة هتتقل، هتلف تاني. نقلب بالشكل ده كده بالراحة. كده قوامها حلو، نرفعها بقى من على النار ونغرفها. هنغرف بقى المهلبيه بتاعتنا، قوامها جميل جدا اهي، ولما تقعد في التلاجة لسه هتجمد تاني. نغرفها كده في الاطباق، ممكن نحط لها شويه مكسرات لو حابين، بس ده بيبقى عند التقديم لان هي دلوقتي سخنه ولازم تدخل التلاجة تبرد. ممكن نستخدم شوية الوان طعام لو احنا عايزين نلونها، بس انا ما انصحش بيها يعني. هنسيبها في التلاجة لحد ما تجمد خالص، وبعدين نزينها بالمكسرات ونقدمها. هوريكم شكلها في الاخر بعد ما خلصت. وده شكل المهلبية اهي لما بردت. طلعتها من التلاجة وحطيت عليها زبيب وسوداني، وممكن تحطوا اي مكسرات انتوا عايزينها، وتتقدم ساقعة. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكرة.